السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك لالا بشرى. ربي يخليك اختي، رمضان مبارك. الله يبارك فيك لالا، مرحبا. اختي انايا كنشتغل في واحد الحي الصناعي هنا ديال ايت ملوح، ياك، في واحد المغازه ديال الخضره. ما كاينش كاع داك الشيء ديال الصحه ولا الوقايه، وما كاين والو، والناس ما كتديروش الكمامات. كنديروا الكمامات لكن كنخدموا حدا وحده. ما كاينش ديك التباعد. ما كاينش التباعد، وحتى مثلا داير لنا جروب بالليل وجروب النهار، توقيت في العوض اللي يخرجونا شويه بكري لا كيخليونا حتى الليل، وكيفطر في جروب كيفطر تما متقاربين مع بعضياتنا. وبالنسبه للترونسبور اللي كيوصلكم للدور ديالكم وكيوصلكم لمقر العمل، ترونسبور قسموا لينا ولاو دايرين لنا 10 في ترونسبور، كنا 24 كنركبوا غير البيجوات، فهمتي؟ ماشي لي ترونسبور هذوك الميني باص، لكن الترونسبور كوم واخا حنا متقاربين مادام 10 في البيجو راكي عارفه غادي نجلسوا شي 11، فهمتي؟ ولكن والداخل ما كاينش حس الوقايه، وفاش الناس بداو خافوا على ريوسهم ومنهم انا نيت هذا وقفت الخدمه، قلت خليتها نشوف الامور فين غادي تخرج من غير اي تعويض. دخلوا 150 مره اللي زادوا جديده. هاد الشركه كان صيفط لنا اوديو كيهددنا فيه، قال لنا اللي ما بغاتش تجي راني انا داير السيستم ديالي بانني غندخل جروبات اخرين، فهمتي؟ يعني اش غادي نقول لك، ودابا حنايا في المغرب راه الحاله ما بغاتش تنقص، يعني ما بغاتش تنزل حتى على 100. كنقول شي نهار يصبح الصباح لقاو على الاقل حالات نزلت على 100، لكن ما كاينش. لو كانت مثلا مراقبه في دوك المغازات ديال ايت ملو دي دي بي بي ديال بن قمود، راه غيلقاو الناس يعني غارقين في هاد، يعني لو استمروا على هاد الشركه اللي هما فيه راه غتلقاي يعني العدد زايد طالع. الله يحفظ السلامة وخلاص. اللهم امين، وشكرا على الشهادة ديالك بشرى من مدينة اكادير.